طبعا المنتدى الشباب العالمي اثر على محافظه جنوب سيناء وعلى مدينه شرم الشيخ. هو يعني انا شايف ان هو عمل لها رواج سياحي عن الاول، وطبعا دي فرصه ان شباب العالم كله موجود هنا يشوفوا البلد ويشوفوا الامن ازاي والاستقرار ازاي في مدينه شرم الشيخ محافظه جنوب سيناء، ويوصلوه لدولهم ان بلدنا فعلا امنه وتستقبل اي افواج سياحيه في اي وقت، ومأمنين تأمين كامل من البر ومن البحر ومن كل حتة، وبلدنا خلابة وطبيعتها خلابة، فلازم يكون عندنا جذب سياحة أكتر، ولازم نوري الأفواج دي إن السياحة عندنا عاملة إزاي في شرم الشيخ. حضرتك شايف إن ده هيبقى ليه تأثير على المدى البعيد بعد كده في السياحة في سيناء؟ وأنا شايف إن هيكون ليه تأثير مش على المدى البعيد، على المدى القريب إن شاء الله. انه هيأثر على المدى القريب ان يعمل رواج في جنوب سيناء ومدينه شرم الشيخ، واحنا كل مشكلتنا ان فتح الطيران ما بيننا وما بين الدول الثانيه، اذا كان انجلترا او روسيا نفتح الطيران، لكن الطيران فعلا نزل في مدينه شرم الشيخ، مطار شرم الشيخ نزل من جميع انحاء دول العالم، نزل في مدينه شرم الشيخ. ما فيش اي مشكله ان احنا يفتح الطيران لمدينه شرم الشيخ،